نظمت أحزاب الاتحاد والإصلاح والنهضة وحزب مصر القومية مؤتمرا جمهوريا بمحافظة سوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وشارك في المؤتمر مختلف شرائح المواطنين بمدن وقرى سوهاج معربين عن دعمهم التام للمرشح عبد الفتاح السيسي لما قدمه لمصر وللمصريين من إنجازات على المستوى الإقليمي والمحلي وما شهدته محافظات مصر بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة من مشروعات أحدثت طفرة على جميع المستويات. النهاردة احنا التيار الإصلاح الحر في سوهاج بيكمل مسيرة دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنكمل دعم الدولة المصرية، وبندعو المصريين للمشاركة في الانتخابات القادمة عشان نبين للعالم كله ان الدولة المصرية دولة مدنية حديثة، نبين للعالم ان الشعب المصري هو اللي بيختار رئيسه، هو اللي بيحدد مستقبل الدولة المصرية، هو اللي بيحافظ على الوطن. وعلشان كده احنا النهاردة جايين نكمل المؤتمر الثالث لينا من سلسلة المؤتمرات اللي التيار الإصلاح الحر بيعملها تدعيما للسيد الرئيس استكمالا للمسيره واستكمالا لحكايه وطن. جايين نقول للرئيس كل التأييد استكمالا لمنظومه الرخاء والاستقرار والامان تحت مصر. المؤتمر الجماهيري الحاشد رقم 3 لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه القادمه 2024. كلنا هنا من محافظه سوهاج كلنا جايين عايزين نعبر عن شكرنا ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا جايين النهارده عشان ندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستمرار للحفاظ على الدوله المصريه واستكمال الحلم المصري في حكايه وطن اللي احنا شايفينه النهارده في خلال لقائنا مع المحافظ. ايه حجم اللي تم في الصعيد وايه اللي لسه محتاجين يتعمل؟ شايفين حلم كبير في الدوله المصريه. احنا جايين النهارده بنقول للسيد الرئيس احنا محتاجين الدوله المصريه مستقره، وان الدوله المصريه تكمل حكايه الوطن، وان حياه كريمه تصل لكل بيت من البيوت موجوده في الصعيد.